السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تتم لي درس الهندسة الفضائية المستوى الثالثة إعدادي الحصة الرابعة. الهدف من الحصة هو تقديم مبرهنة فيثاغورس في الفضاء، فيثاغورس المباشرة وفيثاغورس العكسية. فقرة هي ثالثة كبيرة تسبق مباراة فيثاغورس وتاليس في الفضاء. سنأخذ مثال ليكون اب اس اب سي دي، هرم القاعدة المربع اب بي سي دي، وارتفاعه اس ا بحيث المسافة اب تساوي 4 و اس ا تساوي 5 اللي هو الارتفاع. اولا بحسب ا سي، ثانيا بين مثلث اس ا سي قائم زاوية، وثالثا بحسب اس سي. اذا سنحتاج الى شكل هندسي، سنحتاج الى هرم وتحديد عناصر ديال الهرم. إذا سنعتبر هذا المجسم اللي هو S A B C D، فهو هرم. هرم ذو القاعدة عبارة عن مربع، A B C D عبارة عن مربع، ارتفاعه S D. الهرم كذلك عنده أوجه جانبية، كاين S A B عبارة عن مثلث، S B C عبارة عن مثلث، S D C عبارة عن مثلث، S دي A عبارة عن مثلث. إذا الأوجه الجانبية عبارة عن مثلثات، والقاعدة عبارة عن مضلع بمعنى آخر، سواء كان مثلثا أو مربعا أو مستطيلا أو معينا أو خماسيا أو رباعيا إلى غير ذلك. هذا ما نقصد بمضلع، فيه عدد محدد من الأضلاع. إذا A B C D هنا فهو عبارة عن مربع في أربعة الأضلاع. سنقوم بتحريك هذا الشكل قليلا. ارتفاعه SA، نقصد هنا بأن SA عمودي على الضلع SA، فهو عمودي على AB وعلى الضلع. دائما الارتفاع يكون عموديا على القاعدة، هذا هو الرباعي. سأقوم بتحديد بعض المستقيمات المتعامدة، مستقيم AB كالمستقيم SA. اس اف هو ارتفاع، اذا سيكون عموديا على قاعدة. كاين هذا المستقيم الاخر هو ا دي ولا دي ا، هادو مستقيمين حاول نبينهم. كاين الزاوية ديال التعامد، كاين زاوية كذلك تما التعامد. كاين هذا المستقيم اللي مر من اللي فهو قطر في المثلث، سنحاول تحريك هذا الشكل. قمت بإضافة هذه المستقيمات لكي نبين بأنه يوجد تعامد، لإظهار تعامد SA مع SD. عند اللحظة هذه SA عمودي على AD و SA عمودي على AB، إذا سيكون عمودي على مستوى ABD. نعم، إذا فهذا المستقيم الصف هو عمودي على مستوى ABD، يعني مستوى ABCD. ثاني حاجة سيكون عمودي على SA، لأن SA سيكون عمودي على جميع المستقيمات ضمن هذا المستوى المار من نقطة التقاطع وهذه المستقيمة. سأترككم مع هذا الشكل كده، يمكن تكبيره، يمكن تغيير زاوية الرؤية بهذه الطريقة. سوف أزيل هذه المستقيمات والزوايا. يمكن أن نغير الرؤية من الأعلى، ثم سنقوم بنظرة من الأسفل. من الأسفل هذه النظرة من الأسفل الشكل. ربما قمت بتغيير، لا، دائما التعامد ديال اس ا مع قاعدة ابس، لأن ربما سأكتفي بهذا الشكل اللي مذكور في التمرين. هذا هو الشكل اللي غادي نعتمدو عليه. لنحسب أصل، بما أن ABCD مربع فإن المستقيم AB عمودي على BC. إذا ABC قائم زاوية في B، المثلث ABC قائم زاوية في B، وحسب مباراة فيثاغورس مباشرة، وحسب مباراة فيثاغورس المباشرة، لأن أس أس 2 يساوي AB أس 2 زائد BC أس 2 مربع الوتر، لأن هذا أس هو الوتر، أس هو الوتر في هذه الحالة. وبتطبيق العدد عندنا 4 تما عندنا 4، أس أس 2 هي 4 أس 2 زائد 4 أس 2،
16 زائد 16 اللي هي 32. ومن المسافة السيجدة من بعد 32 وبعد التوسيط، لأن 32 هي 16 في جوج، 14 2. إذا هذا الشيء بسيط، تطبيق مبرهنة فيثاغورس في الفضاء، خاصة تم المثلث عبر الثقة الزاوية في بيكلا. بين المثلات اس الثقة الزاوية اس اس ا سي قائم الزاوية، نحن نعلم بأن اس ا عمودي على ا بي و اس ا عمودي على ا دي. إذن اس ا عمودي على المستوى المحدد بالمستقيمين ا بي و ا دي اللي هو المستوى ا بي دي. ثم المستقيم الصفة هو ضمن هذا المستوى اللي هو ا بي دي. إذن هكا كيفاش غادي نجاوب؟ لدينا اس ا عمودي على ا دي و ا بي، اس ا عمودي على ا دي و ا بي، إذن عمودي على المستوى ا بي دي. كل مستقيم ما ضمن المستوى ا بي دي ومار من ا سيكون عمودي على اس ا، والمستقيم الاصلي ضمن المستوى ا بي دي ومار من ا، اذا فان المستقيم الاصلي عمودي على اس ا، اذا المستقيم ا سي عمودي على اس ا، اذا المثلث اس ا سي قائم زاويه في ا، اس ا سي فهو قائم زاويه في ا. لنحسب اس سي حسب السؤال السابق، اس ا سي فهو قائم الزاويه في ا. حسب المره في طور مباشره فان الوتر هنا هو اس سي، اس سي اس 2 هي اس ا اس 2 زائد ا سي اس 2. تطبيق انا اس ا وين ارتفاع 6 اس 2 زائد 4 جذر 2 كل اس 2، الحساب راه يخرجني 36 زائد 32 هي 68، اس سي جذر من 4 من 6 اللي هي 2 جذر من 4 17. مثال ثاني، مباراة فيثاغورس العكسية في الفضاء، يكون اس ا بي سي هرما قاعدته المثلث ا بي سي، اذا هذه المرة القاعدة هي عبارة عن مثلث بحيث ا بي تساوي 4 و ا بي سي تساوي 5 و ا سي تساوي 3. بين المثلث ا بي سي قائم الزاوية، هذا هو الشكل اس ا بي سي حسب المعطيات. إذا بين المثلث ا بي سي قائم الزاوية حسب المعطيات، أطول ضلع هو بي سي لأنه يساوي 5، إذا بي سي يساوي 2 هي 5 يساوي 2 هي 25. سنستعمل هنا مبرهنة فيثاغورس العكسية، أب أس 2 زائد أس أس 2، 4 أس 2 زائد 3 أس 2، 16 زائد 9 هي 25. حصلنا على نفس النتيجة، إذن بي سي أس 2 تساوي أب أس 2 زائد أس أس 2، هذه المتساوية التي نبحث عنها لتطبيق مبرهنة فيثاغورس. لا يمكن وضع هذه المتساوية مباشرة. وحسب مبرهنة فيثاغورس العكسية فإن المثلث ABC قائم الزاوية في A، فالوتر هو BC سيكون قائم زاوية في A. تطبيق هذا التمرينين من الكتاب المدرسي، ليكون ABCD BFGH متوازي مستطيلات قائم بحيث ABC 5 BC يساوي 3 ويساوي جذر مربع 2، ستجدون هذا التمرين في الكتاب المدرسي. احسب المسافة DF، DF هو تطبيق فيثاغورس في الفضاء. كذلك ليكون ا بي سي دي اف جي اش متوازي مستطيلات قائم بحيث ا يساوي ا و ا دي يساوي ا صغيرة و ا بي يساوي 2. اذا هنا تعاملنا بالاعداد هنا بالحروف، لتكون ام منتصف القطاع ا بي، ام منتصف ا بي، احسب المسافات اش سي و ام سي و اش ام بدلالة ا بي بين المستقيمين اش ام و ام سي متعامدان، ام اش و ام سي هما مستقيمان متعامدان. شكرا على المتابعة.